الدجاج من برا. بس يجي حمام اليوم بس معي. لقد قام مشروع نينو بتوزيع سلل غذائية للعوائل المحتاجة في ساحل الأيسر، وقسم منهم قادمين من ساحل الأيمن، والعمل مستمر، وغدا سوف نقوم بتوزيع آخر عن روح المرحوم الحاج محمد خالد فخري عخراوي، وإن شاء الله العمل متواصل. ونشكر الموصلية على وجودها معنا ومشاركتها، ونشكر الشباب المتطوعين الذين ساهموا في هذا العمل، ونشكركم. قام فريق نينوى أولا اليوم بتوزيع سلات غذائية على الأرامل والمتعففين من مدينة الموصل، وبالتعاون طبعا من التبرعات الخيرين من أهالي الموصل. والحمد لله والشكر تم التوزيع كما لاحظتم بسلاسة طبيعية عن طريق توزيع بطايق وتسجيل أسماء، وحتى لا يروح حق الآخرين. وإن شاء الله إحنا مستمرين بهذا الشهر الفضيل وبعد شهر هذا الفضيل، وإحنا الحمد لله صار لنا تقريبا 4 سنين مستمرين بهاي الحملات الإغاثية. طبعا هاي السلات الغذائية يتبرع من عائلة المرحوم الحاج أحمد فخري. طبعا التوزيع صار بشقق الخضراء بجامع المهاجرين. طبعا العوائل اللي جوي هم من الأيمن ومن الأيسر، وإن شاء الله العمل مستمر في مناطق أخرى في الأيمن وفي مناطق أخرى إن شاء الله.